حرقهم ربي، حسبي الله ونعم الوكيل ونعم الوكيل. علاش قبلت به مزوج بولاده؟ كيما نية ما عندهاش هاد الحسابات. بخير الدين ما سمعش بوفاة الوالد تاعو إلا بعد أسبوع من وفاته. جينا صبناه تراب، كان خلاص مراسم الجنازة ما حضروناش بريميرمون. ما يلومونيش، مانيش ندير اللعب هذه. يبدو أن الدار هذه راهي فارغة. فارغة. ما مش ساكنين. شوفوا البراكة اللي ساكن فيها في دال إبراهيم، وهنا دار بابا مغلوق. ها شوية جبت لنا 2 مليار. هو مش كاف يخاف، يقول لكم باعوها ما طاولي كيفاه كامل بالحماية. دونك سي امبوسيبل يسكنها اون اتوندون. امبوسيبل يا اختي، امبوسيبل. قولي له إذن مشاهدينا نرحب بكم من جديد في هذا العدد المتجدد من برنامجكم خليها على ربي. كما شفنا مشاهدينا رانا في أحد الأحياء الراقية هنا بالعاصمة، وبالتحديد في ديل إبراهيم. ربما راكم تشوفوا فينا في هذا المنزل متواضع، نعم متواجد هنا في قلب ديل إبراهيم. هذا المنزل يعيش فيه زوج يتامى، خير الدين وشقيقته. خير الدين يخدم نادل في المطاعم، وشقيقته نعم تبيع لي بابي مشواغ في محطة للبنزين باش تسترزق على روحها وعلى أخوها. الوالدة تاعهم توفات منذ 7 أشهر، ربي يرحمها. الوالد تاعهم توفى في 2008. راح نلخص لكم الحكاية تاعهم. والدة خير الدين ربي يرحمها تعرفت على زوجها اللي هو باباهم، كان في عمرها 35 سنة، وهو كان كبير عليها ب 25 سنة. يلا هنقولوا شباب وطيش وكذا، طمحها بالديور وطمحها بالجاه، وهي ساقت وراء أحلامها. عشت معاه بالفاتحة لمدة 5 سنوات، رزقت خلالها بخير الدين وشقيقته. بعد 6 سنين عقد عليها. من نهار تزوج بها بالفاتحة هو في مشاكل وصراع مع زوجته الأولى وأبنائه. خير الدين ومجدة عندهم 5 خيات وشقيق كذلك، بمعنى هذوك الأشقاء اللي من باباهم عايشين في نعيم، في خير كبير خلاه المرحوم في بليدة. وخير الدين ومجدة بعد وفاة الوالدة تاعهم، لولا جداهم اللي خلات لهم هاد الغرفة لو كان يمرهم في الشارع، والشارع اللي ما يرحمش. خير الدين قصد برنامج خليها على ربي باش يلحق صوته ورسالته ويناشد خاوته أنهم يدخلوه يسكن في هذيك الفيلا اللي راهي في البليدة مغلوقة وهما عايشين الحرمان. خير الدين وماجدة، مرحبا بنا عندكم. مرحبا بكم سهيل. شكرا ماجدة. نبدا بك، راني نشوف في دموعك راهي بدات لو في في سيبو مالي، خليني انا نهضر. تبكي على الوالدة ربي يرحمها، ولا تبكي على هذه الحالة اللي راكي فيها؟ يحرقهم ربي، حسبي الله ونعم الوكيل. عندهم ولادهم وتخرج في ولادهم ان شاء الله. خير الدين، قلنا كبرتوا كبرتوا يتامى. انت يا اليوم في عمرك 32 سنة، واختك في عمرها 28 سنة، عشتوا الويلات. مشي كبرنا من صغرنا وحنا يتامى. يتامى. نعم. شوفي الأخت عائشة، فيما يخص الزواج، بابا الله يرحمه مع الوالدة تاعي بالفاتحة، هي في الدين اوتوماتيكمون زواج في الفاتحة في الدين مقبول، ولكن مرته الاولى باش يولي جور بالعقد اكسيتيرا. اي والله كما قال هي ما حبتش، ما قبلتش. يعطيك الصحة، ما قبلتش تسيني له باش يدير الدوزيام فام. يعطيك الصحة، ما تقبلتش تكون عندها ضرة. يعطيك الصحة. مي هو في الدين يجوز، يعني في الدين زواج فاتحة برك من بعد هذيك العقد المدني لازم. بيصير يكون عقد خاصة بالنسبة لكم للأبناء. الحمد لله. الحمد لله. نعم. وحقوقها. وبابا الله يرحمه كي زوج مع يما الله يرحمها، جاو حضروا أصحاب ناس دال إبراهيم ولاد حومتهم الأحباب، يكومبخي لا فامي، خالاتها ولاد خالاتها بنات خالاتها رجال خالاتها اللي هم ماتوا الله يرحمهم، اللي هم حيين ربي يشد لنا ان شاء الله فيها. هذه هي بيسر في وسط خوالي
جداتي يعني بطول عمرها ان شاء الله كامل سامعين باللي يماك تزوجت نعم على سمعت له رسوله وعندها لا دوزيام فام سي لوجيك عندها ربايب سي اون فيدر عندها ربايب ولاد المرأة الأولى عندها ربايب هي كانت قابلة أنه ديجا فريق السن ما بيناتهم كان كبير بزاف كبير عليها ب 25 سنة نعم. قلنا ربما هي كانت شابة صغيرة خلنا نقولوا الطيش ربي يرحمها مسكينه بالك طمحها قالها ندير لك السكنه وندير لك وندير لك التاويل ورسم لها الاحلام ماشي طيف الطيش يما عنيف تموت يما عنيف تموت يما اللي يعرفها عنيف تموت شرف حرمه قدر بسم الله ما شاء الله عليها كامله الله يرحمها برحمه الله هي في دار الحق ماشي نزكي فيها ولا حاجه لله ولكن الام الوالده تاعي الله يرحمها برحمه الله يعني راني نشوف في المجتمع انت تشوفها ام موديل ماشي كيما درك بابا الله يرحمه هو حبها زوج مع يما على حب باش يكون مليح نوضح لك الصوره حنا اللي فروي ثمره تاع الحب تاع بابا ويما اللي يفروي انا هما ولاد بابا ويما ربي يرحمهم هذا فات الصوره كاين الوالد تاعك ربي يرحمه والوالده تاعك ربي يرحمه قلنا عاشوا 5 سنين هكذاك مفتحين ربع سنين خمسة عاشوا هكذاك مفتحين خلال هذوك السنوات اللي ما كانش عاقد عليها كان يجي عندكم للدار كان قايم بولاده فتحة يجوز له مرته صرنا ريانا فور العقد المدني دركاتك برك دركاتك باسكي كاين بالك تلاعب دركات مع المجتمع اللي رانا فيه بالك يقدر يكون تكون تلاعبات كدا اكسيتيرا مي من قبل كاع لابلي باريس نجيو فاتحه فوالا هو كان وسي كان يخدم في شواناط فوالا عنده وسي بناته يما تانت وسي ما جور ما حرماتوش الله يرحمها من بناته ما حرماتوش من مرته ومرته ومن مرته يما تخاف ربي اللي يعرفوها درك كومونتي وفي الحصه اللي يعرفوا يما ربي يرحمها الله يرحمها تاجي وترحمي العباد اللي يعرفوا يما على الصح وما درك كومونتي ولا بما انه نحكيو على الوالده ربي يرحمها انت راك تشوف في امك المثال والقدوه وفخور بيماك لو راهي حيه يماك واش تقول لها الله يرحمك برحمه الله الواسع شوفي هي كنت متمني لو كان راهي حيه وهي تحكي معاك وتقصر معاك وتوجه النداء للشعب الجزائري باسكو شوفي 2008 اوطون شغل ناحيه الغدر باسكو انا نحس واش كان في قلبي ما ناحيه الغدر جات اختي دار ماني وجات لهنا ورانا ساكنين جات برجل بابا جات هاديه حقيقه والله بصير بالعباد هاوليك كتاب الله والله 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 ما كاش معز من كلمة والله كبيرة عليا وعلى الأمة قاعيتك أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما يعتبرهش برك يولي ضدي هذه اللي خفتها يولي ضدي كتشهير مانيش نشهر حقيقة حابها تبان للعلن أنت تشوف أنه غدروا بك خوتك غدروا بينا وبي بيان سور باسكي جا با خويا سر الله توفى قبل بابا قبلهم كاع الله يرحمه تعيش وترحمي خويا توفى جا في حياة بابا مع بابا وجا خويا وجات في حياة بابا في حياة بابا شوف خير الدين انتو ما قلت جاو شافوا يما وعرفوا حنا خاوتهم بابا كيفاش عشتوا هذيك الفترة وكيفاش عشتوا انه باباكم مقسوم ما بين دارين يجوز ربما عندكم يامات هنا ويروح لبليدة عند زوجته الثانية مع ولاده لا هو ماشي في بليدة نوضح لك الأخت عائشة هو الأول كان ساكن بابا الله يرحمه في رويسو ويرحم أمة سيدنا محمد يتزمى بابا الله يرحمه عندنا السبت والحد يجيبات عندنا وتنين وثلاثة عند مرته الأولى ولا أربعة والخميس عندنا
ساعات جوري يتقاسم هذيك تاع الخميس يعني والجمعه. يعطيك الصحه يعطيك الصحه. نعم كان يصرف عليكم، يجي الصباح بالجمعه يطلع علينا يفاقنا ويجوز. كان يصرف عليكم يدير واجب الابوه تاعو، كان قايم بكم شويه. الله يرحمه. شوفي بابا الله يرحمه، باش نقول لك كان قايم بينا، ما كانش قايم بينا. كان كبير، ماشي على اساس كان كبير. بابا كان بريميرمون شوفاجيست، ما خلاوهش اوطونك خو با يما الله يرحمها، ما دخلتش معاه معاهم ولا جور في جدال ولا جور هذيك المره اللي حت دير الراجل ولا تقولوا بالسيف دير الاولاد. كيما نيه ما عندهاش هاد الحسابات. لو كان دارت الله يرحمها، لو كان دارت هاد الحسابات ما نلحقوش ما راكمش هنا فهاد. وما فهمتي ماشي باسكو نعرف يافي دي فام دي بوكريت يتسمى عندها ربايبه تمسح لهم فمهم. هاي لا بروف صحيح. جوستومون خير دين هو كي توفى الوالد تاعكم ربي يرحمه يماكم كذلك قلت لي انه ضربت النشاف على جالكم الله يرحمه، خدمت باش توكلكم وتصرف عليكم. من بينها كذلك انت كذلك ما جيت لقيتي روحك تروحي تبيعي لي بابي مشواغ في محطه البنزين في القبه باش تعاوني روحك وترفضي انه الناس يعاونوك وترفضوا انه الناس يصرفوا عليكم تخلوا بعرق جبينكم. شوفي مدام خلي ماجدات معليش حبيت نخدم خير من واحد يمد يدو اختي، باسكو يما علمتنا حاجه ما تمدوش يديكم وعلمتنا نوكل ناكلو غير الحلال، باسكو يما خدمت علينا غير الحلال. نكذب عليك خدمة تانية نميناش وتعرفت مسكينة دارت كلش استطاع باش تكبرنا وتوكلنا. الله يرحمها بالخير. جيت اليوم بلا الوالدة تاعك ربي يرحمها. الله يرحمها. جاتني صعيبة ما نكذبش عليك. نص قطعة من الحمناء عيد ورمضان كي ندخل للدار وما نسمش يما نولي نقعد في الزنقة باش ما نشوفش ما نشوفش يما ما كاشها في الدار ما نقدرش. جاتني واعرة حتى حكمت لي لا كريسبي ديبسي منها شحال مرة طحت تصرحت كي راحوا دفنوها هاوليك خير دي وقول لي اسقسيه ويقول لك لقيت غير خير دي في كتافك لقيت خويا ولقيت خو بون بلا مزيتي وماني انا ما لقيتني بلا مزيتي برابيه قانيت تيبت بابا ويما ريحت بابا ويما الله يرحمهم. هادي ناس كي نجي للبومبا كي نمشي للبومبا يسقساو عليا ويجيبوا لي الحوايج ومتهليين فيا جزاهم الله خير. هذا واش نقول المهم راكي تخدمي بشرف الحمد لله صبنا تانتوسي خوالي خالاتي الحمد لله. احنا طبعا هنا خير دين قبل ما نروحوا فاصل حبيت نقول لك انه للاسف شديد يما كذلك مور بعد ما تزوجت مباشره ما لقاتش وين تروح لا هي لا زوج تاعها بعد ما قال لها نشري لك الدار وطمحها وكذا لقات يما ما كانش كيما هذوك انساسيون فودير نزال اللي تطمع في الراجل قال عنده ولاده تمسح لهم كاع فمهم يما تخاف ربي اي فوالا قالت له كي دير لولادك سير لوجيك الله يرحمه. بصح علاش قبلت به مزوج بولاده؟ انا علاش قبلت به مزوج بولاده؟ شوفي هذا الزواج هذا سي مكتوب الله كل واحد وين ربي يرميه في المكتوب معين له. الزواج هو نصف الدين بصح كل واحد ومكتوب. والعائله تاعكم تاع جوزي خوالك ومالك ما كانوش ضد انها تدي راجل مزوج بولاده ولا ما كانش على بالها؟ لا لا عادي كان على بالها كي قصروا مع بابا ويحبوه ويقدروه وسي يحبهم ويقدرهم سبحان الله. فوالا يعني قلنا انه بعد ما تزوجت معاه ما صابتش وين تروح تعيش ليماك لقات غير هذا الدار تاع جداتك تاع مانكم ترى بجداتي بطول عمرها ان شاء الله. فوالا لولا جداكم قلنا لو كان راكم برا في الشارع يعني جداكم نشكروها لانه بفضلها حتى بعد وفاه الوالده تاعها بركه ربي يطول في عمرها وتحيه ليها طبعا من هذا المنبر. قلنا لو كان ماشي جداكم حتى بعد وفاه الوالده تاعكم مازالها مسكنتكم هنا نعم على واش تقدر الحق ديال ربي ربي يطول في عمر مالي و حتى واحد ما يحابسكم الحمد لله الحمد لله حتى واحد ما يحابسكم حنين ما يكذبش ما عندهاش شوفي كيما كيما ما عندهمش طبيعه تاع الخدع ما تنساش ماني هي كبيره بركه وطونك توفات يما الانسان اللي توفى لوليده ولا بنته هاي جهه صعيبه فهمتيني صحيح وكما تعرفي الموت مره ولكن امر الله هي تقول تقول عمرها قلت بلي تموت لي بنتي قبل
ربي يرحمها ان شاء الله ويرحم جميع موتى المسلمين. خير دين قلنا كي توفى باباك ربي يرحمه كان في عمرك 16 سنه. نعم. وقتها كنت صغير ما تعرفش صلاحك، وقتها ما كانش على بالك. نعم. الفيلا والورد جاودي جا لابريف نوري لك هنا برك التصويره تاع بابا. نعم. مع بابا الله يرحمه. ربي يرحمه. هاي هاي الكاميرا هنا تري بيان. اي فوالا كي جاو هما نهار الختانه اي با خواتاتي ما حبوش يتصبروا، بون بابا حب يخليها سوفونير على نيته على هواه الله يرحمه برحمه الله. اي فوالا قلنا انت كان في عمرك 16 سنه كنت ما تعرفش واش معناتها الورث. نعم. والفيلا والدراهم. نعم. ما نعرفش انا هاد الصوالح ما تربيتش. كي بديت تكبر وبديت تعرف حقك وحق اختك. نعم. اكتشفت انه كاينه فيلا الله يبارك في بليده وباباك لاباس به الحمد لله خلى ورث نتاعو. يوم وفاته انت ما سمعتش حتى بلي باباك توفى. نعم. واكتشفت بعد الوفاة انه خلى اكثر من 400 مليون في الدار. نعم. وخلى الفيلا وخلى سيارة. نعم. هنا كانت الطامة الكبرى وكأنه الضربة القاضية. بارك الله فيك. وهذه الضربة القاضية دوك نحكي لك. انت احكيها لي ان شاء الله بعد هذا الفاصل. خيرين مشاهدينا. بليزير. شكرا لك مشاهدينا، تفاصيل كثيرة ومثيرة رايحين تشوفوا. ربما لازم علينا انه كل واحد يدي حقه في هذه الدنيا ولازم نكونوا عادلين. وبعد هذا الفاصل نكملوا ماذا حق وراءه مطالب. طالب صحيح. هذه حسبي الله ونعم الوكيل. خير الدين ما سمعش بوفاة الوالد تاعو إلا بعد أسبوع من وفاته. جي ناس بنه تراب كان خلاص مراسم الجنازة ما حضروناش بريمير مو. ما يلومونيش مانيش ندير اللعب. هذه يبدو أن الدار هذه راهي فارغة. فارغة فارغة ما مش ساكنين. شوفوا البراكة اللي ساكن فيها في دال إبراهيم وهنا دار بابا مغلوق. شو جبتنا 2 مليار هو مش كافي خاف يقول لك باعوها ما طاوني كيف هذا بالحماية. دونك سي امبوسيبل يسكنها اون اتوندون. امبوسيبل يا اختي امبوسيبل. قولي له إذا عدنا لكم مجددا مشاهدينا. حبيت نوري لكم صورة هذه الفيلا. هذه الفيلا اللي راهي محل نزاع ما بين خير الدين وخاوته وخياته. قلنا أنه المرحوم نهار توفى مدة 17 سنة. قلنا أنه المرحوم كي توفى الوالد تاعك أنت ما سمعتش لا أنت لا مجدة أنه باباكم توفى. يما خوالي خالاتها ولاد خالتها بنات خالاتها لا فامي كومبخي الجيران وسي مام الجيران اللي فوازا يعرفوه نسحب الحومة الناس دالي براهي. جاز ثلاث أيام. نعم. جاز كلش. جاز كلش. وانتم ما سمعتوش. اون سومان. سمعنا بعد. اون سومان. جاك الخبر. بون في الحقيقة كنت نعيط لبابا الله يرحمه. البورطابل تاعو ضرب بزاف مدة طافي. هو كان مريض. نهار هدرت مع اختي هذه الكبيرة من بابا والكبير ربي. إبا ما علينا شرحنا هدرنا. قالت لي بابا هو مريض ومن بعد يجيكم. بون من بعد نتلقى اتصال مع وليدها هذا. عيط لي خطرة عندها مدة. يا مات كي كان مريض بابا قال لي ولا تعرف الجي سونتر نتلاقاو وكذا ما نخبيش عليك لا اله الا الله محمد رسول الله. قلت له انا ما نعرفش انا كنت صغير 16 سنه شغل ماشي نعرف الهمله الجي ماشي كيما درك كاموناج فهمتي ما عليناش. بصح قلت له علاه واش كاين قال لي لازم نتلاقى بك نقول لك عبسه السر هذا باش حبي يتلاقى بيا ويقول لي حاجه سي كوا الله اعلم الله باصر بالعباد. لا لا انا ما رحتش انا باسكو انا سقسيت ما فامي فوالا بيان سور علاه نروح لو كان حاجه هكذاك وطونك بابا انا مريض يجوا يخبرونا كيما الناس ولا فد فينا مات والموت علينا حق كل نفس ذائقه الموت يجوا ديريكت قاصدين يعرفوا باب الدار يعرفوا دار خوالي في دال ابراهيم ويعرفوا وين ساكنين ماشي ساكنين في المريخ ولا في نيويورك انا نسكنوا غير هنا في قلب دال ابراهيم سبحان الله وجاوا مع بابا ويعرفوا ماشي قال الانسان اللي متالف يتلف ما يعرفش المضرب تاع داك الانسان. كيفاش عرفت بلي باباك توفى؟ في الحقيقه بون كيف عرفت بابا توفى كنت عيطت عندي نيميرو تاع عمتي الله يرحمها اخت بابا الله يرحمها. ايبا هضر معايا دا عمي راجل عمتي قال لي انا عم قلت له عيط لبابا البورطاب تاعو طاب قال لي باباك ما سمعتش بيه قلت له على واش كاين عمي
كنت انا وما بتيت سيور هنا والله بصير بالعباد وشاهد واش راني نقول. ويما وما بتيت سيور قلت له عليه واش كاين؟ قال لي باباك توفى. قلت له شحال وقتها هذا كيفاه توفى وفي السبيطار؟ ماما هدرت معاه قالها ما اختي توفى عنده انسمع صدمه. قال لي في رويسو كاع حطوا لي بوندرول تاعو والله بصير بالعباد. انا شوفي هما في دار الحق، انا ما نكذبش على الموتى، انا انسان حقي على الحق نموت والحق عليه نور فعليناش. ومن بعد كيفاش لقيت هذاك الخبر؟ صدمه رجعتني ولينا نسوق ولينا نبكوا ولينا لانه نحسوا بلي انت متعلق. حسبي الله ونعم الوكيل، نوقف لهم هنا. ويجيبوا لي الجهه تاع الدنيا كاع. وانا كنت نميل بزاف لبابا. ما نسمعش ولا نسمح لهم ربي نسمح لهم معنا. كنت متعلق بزاف بباباك. اي بابا واش بك؟ بابا صاحبي خويا كان يجيب لي كبش العيد لهنا الله يرحمه. امر الله 16 سنه. عدتك شغل حرقه كيفاه؟ جيد نعرفو نعرفو صابرينا باسكو ما تنسايش. داني بابا في رويسو وبت عندهم في حياة بابا كنت صغير بت في دارو في رويسو. كي توفى كيفاش خلاك خير الدين؟ اه قفة بلا يدين بلا جناح. صدمة وجعتني وغالطت هنا بزاف من خويا هذا اوطونك جا. ومن بعد هاتيك عيط لي حوس علي. نوضح لك انا ويما وما بتيسير شدينا تاكسي رحنا باش نكون صارح. انا الكذب ما فياش وخاطيني الكذب. مم تقولي لي كذب عليك شي واحد ما نعرفش نكذب ما تربيتش عليه ما عليناش. همالا رحتو في تاكسي راح شدينا كلونديستا هنايا من الحومه. انا ويما وما بتيسير رحنا لاختي الكبيره خرج وليدها وقعد قال مدينا سينيمات على اساس قال احنا خاطينا. قالت له يما برطو هذا ولد اختي. قالت له ما قلتوليش ما شفناه ما والو. قالت له حسبي الله ونعم الوكيل فيكم. قال احنا خاطينا روحي لخالاتي وجداتي ما عليناش. ومن بعد هاتيك مع اللي لحقنا بالكرونديستا ومرتو ما قالت لكم ما والو. مرتو كانت كبيره والو خاوتك والو بون الله يرحمها دركا. وخاوتك ثاني ما عيطوا لك ما قالوا لا قال الخصوم لا خوك لا خياتك. ومن بعد هاتيك باش جا خويا يوري وجهه جا من بعد عطوني المصحف جبدنا له على نيتنا المصحف. بابا خلى الخير هذه اللي كنت بيها. العقل كوراج كوراج مريم بززر. انا قلت لهم قلت لهم حتى دوكا قلت لهم قلت لهم كي مات بابا ما شفتوش وانا صغيره ما 12 سنه ما نسمح لكم الاذاني انا اخر باسكو ما نكذبش عليك ما شغل كي خلاني صغيره من داك يشوف الناس مع بابا ميتو قول لك خير عاش لي بابا منكم نقعد مع ميتو انسان ينظر قضاء وقدر. هذا قضاء وقدر ربي كل واحد واش كتب له في هذه الحياه وفي هذه الدنيا. مرتو ما حضرتناش الدفينه. رحتوا للمقبره رحتوا للقبر تاع باباكم. انا جايك باش سمعنا خبر وفاه الوالد الله يرحمه. ايبا جا وعندكم حقكم وبابا خلانا الخير. ايه احنا مانيش نحوسوا على الخير. جا هنا الحق خالي وماني ديك الضربه كانت جايه من العمره. إيه بالحق خالي قالوا لا ماشي حق عليكم كيف نسيبنا يا سبحان الله وخاوتكم يا سبحان الله هذه ما شفناها في حتى جزء. خوالي مخلوعين درك لو كنحضر لك خوالي ولا فامي تاع يما مخلوعين ما كاش اللي يدير الموت يا موت تجي يقول لك خلاكم الموت يرتو امر الموت الموت والمرض هاد الصوالح اللي ما يتخبوش وزواج باينه يكون بخي زواج ولا حبس حاجه اللي ما تخباش حاجه اللي تروح على العالم حاجه ما تخباش ما عليناش. اما لا واش قالوا دوك عنده واحد الدين خلصناه وشو مدين. ومن بعد هاتيك دار لاختي هيبه ومن بعد يقول يما خويا على لسانه يقول يما الله غالب ماشي يما ما حبتش تحضروا خواتاتي
زعما تكون ما بين خمس بنات منعوا زوج انه زوج حبوا نحضروا وقعدوا ثلاثه لي طروا في خواتاتي باش ما تحضروا الموت حنايا خاوتهم ومرت باباهم اللي هي الوالده الله يرحمها. اخر كلمه ولا اخر مره هضرت فيها مع المرحوم؟ هضرت معاه با عندها قبل ما يموت. شحال كان قبل ما يموت؟ باسكي بون ومن في الموت تاعو غامضه لا اله الا محمد رسول الله ما فهمناش. ولا جه كاين من لا فامي تاع بابا سمعت اللي قال لك جه كونسير كاين اللي قال لك جه بوصف هاي الكحل هذه على هضرت لسان عمتي الله يعني انت ما قال لك والو ما وصاك على والو؟ ما وصانيش انا كنت صغير 16 سنه وما بديت صغار ومر ويماك ما قالها والو ما يما ما وصاها على والو ما وصاها والو. يعني قبل ما نروحوا دوكا لواش صرا بعد وفاته قلنا انه عقد ليماك بعد خمس سنين. سمعت من فاميلي يما ايه وصى باش يجي يشوفنا باسكو كي مرض خويا سواجيزون داه للطبيب بعد داه ياكل بروشات الله يرحمه وانا اللي كذب خاطيني وعلى لسان خويا قال لي زعماتك باش يجيبنا اللي عندنا نضلنا قالوا بابا نديك الدراري خاوتنا قالوا زعماتك لا هذا كذب في الكذب. المهم هو عقد على يماك وانتم مسجلين. تفضلي سي بون. كي واخ بابا كان يقول يما واش كان يقولها؟ كان يقولها يما كان يقولها بلي يعطوا لكم حقكم ما تخافيش ممكن نموت يعطوا لكم حقكم. هما لنا شكون ما يخافوش كاع ربي. بابا واش قال ليما واحد الوقت قالها شوفي اوطونك شريت لا فيلا تاع بليده الله يرحمه ويرحم ومسيدنا محمد كفا قال ليما الله يرحمها في حياتها قالها ليلى ولا بعد غابت عيني هاي الدار في البليده تحبوك لا طيوه يتسمى هنا تعرفي انسان كان مضغوط كان مضغوط وبعد وفاة المرحوم هذيك الفيلا قعدت مغلوقه من بعد كانت ساكنه فيها مور اختك توفى بابا مرت بابا والدراهم اللي كانوا كانوا في الدار اكثر من 400 مليون كان بابا كان لاباس به وبعد ولا واش يقولوا يقول لك لا لا مور دفنت بابا خياتي كي نهضر معاهم بار التليفون جور يرطبوا هذوك اللي يكشفوا باسكو ديجا اصلا كي تولي الامر الصح كيفاه بابانا ورانا ومات عندكم ما حضرتوناش وعزلتونا احنا خاوتنا خاوتكم من باباكم هذه جريمه في حق الانسانيه في حق القانون في حق صله الرحم في صله الرحم جريمه بمعنى الكلمه وبمعنى المقاييس. لانه هما كان على انتم عمركم مخباكم باباكم ما خباناش لا معترف يعني بيكم مسجلين في ليفغيت فامي نعم لانه عقد على يماك وثقوا زواجهم جامي خباكم ولا قال تمرت الحب هذا وما بديت خابتهم بابا محبوناش نحبوناش بعدها ما تقبلوهاش كيف حنا خاوتنا من باب انت خير الدين حشموا بينا الزواج هو نصف الدين صح وكل واحد واش كتب له ربي ولا بالك خواتاتي حشموا قدام رجالهم كي باباهم الزوج وحنا يا خاوتهم صغار باسكو انتم مسجلين هنا ما تصيبيلاش حساب ايه خير الدين. بعدها انتم دخلتوا في المشاكل تاع المحاكم وليتوا ديمونديت الورث تاعك انت قلت انه هنا راني ساكن عند دار الماني الاول خويا قال لك كتبها زعما هنا خير الدين زايد في 1992 مسجل من نفسه وكادر مندوز نعم وهذه شقيقتك ماجده مسجلين كذلك في ليفغيت فامي 1996 بمعنى عندكم الحق في الورث بيسر ولكن حرموكم منه ما خلاكم تدخلوا الاروقه المحاكم ما حرمونا من جنازه بابا ما شفناش وما عندناش مشكل ولا احنا ساكنين هنا كيما راكم تشوفوا على عينيكم حاشا خاوتي بيتا بي كان سانيتير اكرمكم الله الشعب الجزائري يتسمى الحقيقه لازم تبان الشمس ما تغطاش بالغرب وهما بالخير والفيلات اللي خلاهم باباك ربي يرحمه رحت شكيت بهم خير الدين لجأت العداله في الحقيقه جي بخي ان افوكا دقيقه باش نوضح حفظه في مور الجنازه دفنوه اكسيتيرا نهار جا خويا وقالها على واسمو الدين والورث بس على بالو دارها كحلاك الوجه
ما عليناش يتسمى تماتيك دانا المقبره تاع ترازمي وين مدفون بابا. باباك ربي وكي نروحوا غدوه نجوزك المقبره نروحوا نشوفوا المقبره. شفنا بابا الله يرحمه غير تراب هذا مكان. انا الان نحكيوا على كيفاش حتى لجأت العداله وراهي كان كيفيه ما بيناتكم اتفاق لانه انت بعد ما شكيت بهم جاو ليك قالوا لك نحلوها الاميابل بطريقه وديه بالتراضي ما بيناتنا. قالوا لك تنازل على الشكوى نعطوا لك حقك من الميراث. الشكوى درت هذه مكتوبه مكتوبه اعطيني نشوفها. نعم. خير الدين نعم مشاهدينا الى حين حضرنا الوثيقه قلنا انه إذن إلى حين تحضر الوثيقة قلنا أنه خوته من الباباء خوته من الباباء كيسمعوا أنه شكا بهم قالوا له يلا خير دين ديروا اتفاق فيما بيناتنا اتفاق مكتوب حبر على ورق قالوا له تنازل على الشكوى احنا نطولك حقك تاع الورث أعطيني نلقى الوثيقة فقط وانت حكي لي كيفاش صرات. هادية كانت رايحة خرج رابور تاع الإكسبير الخبير ما عليناش راح قومها بمليار و800 قال لهم بصح لو كان تروح هكذا لي زونشير تجيب لكم قل موا ما عليناش. هما واش داروا قال لك لا باش ما تروحش لي زونشير دو بريفيرونس نبيعوها الاميابل باش تجيب لنا زعما كل واحد يطيح له باي شباب. صحيح يعني من خلال هذا الاتفاق راح يمر معنا طبعا في الشاشه حنقرا لكم ما جاء فيه نلخصه. من جهتكم وكيلونا يعني خاوتو ابدوا موافقتهم على التنازل عن القضيه المشار اليها بناء على تعهد الاطراف الممثلين في شقيقك على تسليمكم من توختك حقوقكم المالية الخاصة بالقطعة المشاعة المتمثلة في الأنصبة المحددة بموجب فريضة محررة في 2008 لدى الأستاذ الموثق نعم في واد العلايق. تم الاتفاق على أن كل المعاملات مع المشترين الحاليين والمستقبلين الخاصة بتحديد الثمن أو التفاوض حوله وصولا إلى غاية إبرام التصرفات القانونية الخاصة ببيع القطعة الأرضية المشاعة تكون مشتركة يعني بينك وبين خاوتك وبحضور كل الأطراف أو ممثليهم. يعني أنت بموجب هذا الاتفاق واش راح درت؟ تنازلت على الشكوى. نعم. اللي رفعت على مستوى. نعم. المحكمة. نعم. في البليدة. نعم. اون كونتخي بارتي هما لعبوها لك يعطيك صح هما جبدوا بك الاختراع كيما نقولوا. يعني انت بحسن نية رحت سحبت الشكوى بنيتك. نعم. سينو باسكي ما بتيسير داك الوقت كانت شكون يحمي يكفل اليتيم الجيج القاصر شكون المينور شكون باباه يولي هو بابانا هو القاضي يعني انا كانت صغيره قاضي البلاد باسكو اختي صغيره كانت رايحه لي زونجر بعد هذيك احنا درنا انت تنازلت على الشكوى تنازل. وهما ما باعوا لا دار ما طول ما باعوها ما داروا بروك ايه شغل يقول لك ايه نهار تتباع كلفوا هذا نسيبهم فهمنا ولا حبوا يشروها هما اليوم يكتبوها يقردوها العمر قلنا لهم اعطونا لي بار نبيعوا لكم لي بار تاعنا ما قبلوش يتكرى الكراج هما ما حبوش علاش ما خلوكمش تروحوا تسكنوا فيها دار باباكم درك هاديك هاي فرعك علاش ما سكنتوش فيها دار باباكم باش ما حبوش يسووا لها الوضعيه وشنو هي الوضعيه باسكو هي في الشيوع ما راهي في الشيوع في لانديفيزيون داكوغ وراهي لحق الاجراءات تاع الشيوع شوفي هما درك هاديك اكتويالمون عطينا لهم لي بابي على اساس باش يخدموا سوا جيزون الدفتر العقاري اللي بريد فونسي وقاعد مي لا حياه لمن تنادي الدار باسم من راهي الدار على اسم باباك المرحوم حسب العقد عندي العقود راهي مغلوقه نعم ودراهم داوهم انتم حتى دورو ما استفدتوش منه على ذلك انت مشري بدراهم باب الله يرحمهم بعد واحد الوقت دخلوا لنا في حكايه سوا جيزون دخلوا سراقين هذه مور ما مات بابا داو زعما دوزان تاع لا بلومبري وكعيتك بصح ما كانش لاكاس اللي دخل اللي عنده المفاتح لا بيه صحيح وعليها خير دين انت بعد ما تغلقوا كل الابواب في وجهك انت وشقيقتك ويغلق ربي ان شاء الله عليهم وما يتغلق باب حتى يتفتح باب ان شاء الله هو ربي يفتح ربي يفتح البيبان البيبان ان شاء الله مادام لحقتوا لي ان شاء الله نص المشكل تاعي ان شاء الله منفري يا ربي جوستومون على بها قصه البرنامج خليها على ربي لانه الحمد لله من جميع واحد قصدنا لقى حل قضيته الحمد لله يا ربي ثقتي فيكم وفي ربي سبحانه ربي سبحانه والاول بيان سور وفيكم في العداله الجزائريه ان شاء الله والعداله الجزائريه ورئيس بلادي انا وليد الجزائر
وكجزائري جو سوي ان سيتوايا الجزائرية تاتوسي في تيق تي دركاتيك فتنت بو ما عنديش بابا مي الرئيس تاع بلادي. اذا انا حبيتك هو انا حبيتك توجه رسالتك هنا للرئيس كيما راك تقول له انا يتيم ما عنديش بابا نطلب اوتونك جو سوي ان سيتوايا الجزائرية نطلب من الرئيس تبون شخصيا يوقف لي في هادو ملعبه الطغيان ما يخافوش ربي. قال لك خاف من ربي وخاف من العباد اللي ما تخافش ربي. راني في وقت لي صح راني مضروب مانيش حايب نبكي توجور كوراج 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 افون ما نحبش نحبط دموعي ماليناش. بابا درك هاتك ما عنديش بابا يتكفل بيا مسيو رئيس بلادي اوتونك جو سوي ان سيتويان الجزائري عبد المجيد تبون في القضيه تاعي يفريها لي مع هادو العباد الفراعنه لي خويا ولا يقول لي عندي خمسة رجال في كتافي لي ولادك وراجل اختي يقول لي نبعث لك زوج عباد يغبروك وعند الله انت تغبرني يا وخويا. حاوزتني انا ويما كي حبطنا لك الفوضاوي باش ما يسمعوش الجيران في الفوضاوي العياط الحس. قلت لك خساره عليك خويا كيفه ما بعتوها مرميتوها لي زونشر ما درتو فيها كوارت صحاح واش قلت لي قلت لوليدك خرجوا خرجوا عليا انت تعرضت لي تانتوسي في دارك والله شاهد ومرتك شاهده تانتوسي ومن بعد في لافان دو كونت واش تقول مرته دخلت يما وتقولها لا لا انا تانت حق شيخي نو ان شاء الله ربي بابانا انت شيخك حنا بابانا ان شاء الله ربي يكون معاكم وتجيبوا حقكم يا رب ان شاء الله. ماجدة واش تقولي لنا؟ انا كرهت بيت واحد نكذب عليك حب تكون عندي بيت ونطلب ندخل لدار بابا وطنك نعلق الفريده دار بابا ناكل الجيفه علي تامه ياكل الجيفه يقول لي انا ما ناكلش السحت اكليت السحت لو فات غدرتنا سي ديجا بوكو ما ديرش فيكم كونفيونس ما تكونوش تكونوا ديرها في الله هو الاول. ربي يكون معاكم ربي يفتح عليكم ان شاء الله حقكم تديوه مهما طال الزمن ان شاء الله يا ربي. ثقتنا في ربي كبيره يطول الزمن ولا يقصر باذن الله ندو حقنا ان شاء الله طبعا ما نسمحش في حقي. اذا قلنا ان شاء الله نروحوا المقبره محطتنا الاولى حتكون في بليده. اذا المشاهدين احنا مباشره من ديال ابراهيم رايحين نروحوا البليده وان شاء الله فيها خير ان شاء الله بخير الدين. ما سمعش بوفاة الوالد تاعو إلا بعد أسبوع من وفاته. جي ناس بنه تراب كان خلاص مراسم الجنازة ما حضروناش بريمير مو ما يلومونيش مانيش ندير اللعب هذه. يبدو أنه الدار هذه راهي فارغة 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 ما مش ساكنين. شوفوا البراكة اللي ساكن فيها في دالي إبراهيم وهنا دار بابا مغلوق. شو يعجبت لنا 2 مليار هو مش كافي خاف يقول لكم باعوها ما طاولي كيف هذا بالحمايه دونك سي امبوسيبل يسكنها اون اتوندون امبوسيبل يا اختي امبوسيبل امبوسيبل. السلام عليكم مجددا مشاهدينا. اذا لليوم الثاني على التوالي ما زلنا مع اخونا خير الدين. تنقلنا من ليل ابراهيم الى البليده هنا رانا في مقبره الشهداء باش نروحوا نشوفوا قبر المرحوم والد خير الدين. دري السلام عليك من البارح لليوم كيف حالك؟ والله الحمد لله خير. والله العظيم غير انسولاجمون بور مو الحمد لله. السلامه مرحبا بك الو خير الدين. الى انسيتي باش نجيو نشوفوا القبر تاع الوالد تاعو تاع المرحوم نروحوا مع بعض نقراوا عليه الفاتحه. الله يرحمه برحمه الله. بسم الله السلام عليكم يا أهل الديار أنتم السابقون ونحن اللاحقون. يا الله هاو لي قبر بابا. بسم الله السلام عليكم. نذكروا مشاهدينا أنه خير الدين ما سمعش بوفاة الوالد تاعو إلا بعد أسبوع من وفاته. جاء الخبر صدفة وإذا به يقولوا له باباك راه توفى. هاو لي قبر بابا الله يرحمه ربي يرحمه. السلام عليكم بابا. السلام عليكم. الله يرحم جميع موتى المسلمين. الله يرحم أمة سيدنا محمد كفو. الله يرحمك برحمة الله. ربي يرحمه وإن شاء الله يكون من أهل الجنة. تعيشي وترحمي.
هنا كي جينا انا واللي كانت حيه يما الله يرحمها برحمه الله، وبابا الله يرحمه على حسن نيه اللي ما خباش زواجه وما خباناش حنا ولادو على ولادو وولاد الزوجه تاعي. الله يرحمها مامية، الله يرحمهم. شعورك انت كي تجي سيدنا محمد المقبره؟ تجي عده مرات؟ نجي وساعه على ساعه. لاني 2008 اللي توفى بابا فيها الله يرحمه، كنت على ساعه نخطف روحي، كاين احبابي صحابي معاوسي اخوالي نجو، ومع بالاخص كي كانت حيه الوالده الله يرحمها ارملت، كنا نجو مع يما بالجمعه نشدو كلونديسا في العياد ما نخلوهش بس كي قطعه منا. كي تجي واش تقول له؟ نحمنا نحكي له نرحم عليه. احنا كي بعد خبر سمعنا خبر وفاته جينا سبناه تراب، كان خلاص مراسم الجنازه ما حضروناش بريميرمون وما وراوهش وما حضرناش كما على بالك، جينا سبناه شغل خلاص تراب. يعطيك الصحه، جزاك الله. اون ديري ما عنده ولادو ما والو. لا القبر في الحقيقه بناوه خاوتي يما الله يرحمها، دارت له هذا الكتاب. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ايتها النفس المطمئنه ارجعي الى ربك راضيه مرضيه فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. الله يرحمه الله يرحمه، باش ما نتخطاش برك على القبور، حرام ما يجوش. بس كي هما درك راهم عند الله احياء ان يرزقون عند الله. حرمه الميت واجبه، صحيح حاجه واجبه، كيما ربتني يما وكيما رباني بابا الله يرحمه، بالاخص الوالده الله يرحمها. بس كي كنا نزورو ديجا قبور يعني كيما نقولوا الاحباب، جدي الله يرحمه بور وين مدفون الله يرحمه، نعم وين هاي مدفونه الله يرحمها ويرحم ام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. خير دين، جو سيك ماشي سهل عليك، ماشي سهله، صعيب 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 صعيب، دينا شوك كبير ما ظنيها انهاش تلحق لها الدرجه. لو كان بابا كانت نيه تاعو نيه على نيته مسكين، صعيبه ما خباناش على ولادو. يقول لك بعد غياب عيني يقول لك نوريهم هما ولادي، نوريهم ولادي الاخرين كبار علينا والكبر ربي في ملكو، يعطيك الصحه نعيشوا كيف كيف، يخلي الموده والالفه والرحمه والاخوه، ويعطيك الصحه وصله الرحم والاخوه. اكزاكتومون، من خلال حصتنا ان شاء الله باذن الله باذن الله. انا واختي ماجده من المقبره اللي رانا مضرورين ورانا مقهورين، وعلى بالي ما رانيش كيما قال لك، راني على حق ما رانيش على باطل، نقولها ونعاودها. ومشيت تبهدله باسكي ما يلومونيش، مانيش ندير اللعب. خويا خير الدين، من مقبرة الشهداء من البليده نروحوا لمرامان في البليده باش نشوفوا الدار تاع الوالد المرحوم الله يرحمه الله يرحمه ان شاء الله. بسم الله. ما كاين حتى واحد، انا ما كان حتى واحد، ما كاين حتى واحد فرغه. اذا مشاهدينا هذه دار الوالد تاعي، المنزل المرحوم والد خير الدين دريس لاموري. يبدو ان الدار هذه راهي فرغه فرغه فرغه، ما مش ساكنين. بون توفات مرت بابا الله يرحمها في لاني 2020 ولا 2021 الله يرحمها برحمه الله، يتسمى قعدت مازال بول لانستون فرغه، ما حبوا يسووا كوارطها. هذه كاع الدار منا. نعم، لا سوبر فيسي تاعها 250 متر كاري. هاي ليك منا تبان لك. بون، جو سي با، هاي ليك. كبيرة لداخل. روحي تشوفي، دايرين لها لي كادنا، رابطينها بالسلك.
كانوا الاولين دايرين لها كادنا ومن بعد هم داروا لها السلك. عندي مود انا ما جيت. نعم يعني قلنا داري مغلوقه. اخوالك ما لقاوش خالك ولا خالاتك؟ كيف خياتك فليتو ما لقاوش خوك ولا خواتاتك؟ شوفي خياتي بين خمسه. خياتي بين خمسه، كل وحده متزوجه، كل وحده غالقه باب دارها مع ولادها. فوالا، وهم قاعد في لاج كبير، يعني سيدي كرومير، هم جدات. فوالا. وخويا ساكن في الفوضاوي، محبو يخدموا التسويه تاعها لي بابي. شوفي ملاني قارني بين 2008 هادي تاع لي فوازا، الكيو كيو هادي تاع لي فوازا، تاع هاد لي فوازا. دونك حنا نسيو نتواصلوا مع اخوك وان شاء الله ولا نروحوا ليه نشوفوا باش نسمعوا وجهه. يسولوا لها الوضعيه تاعها. الدار هذه ما فيهاش كوار، كما ما فيهاش زعما هابيتون. قال لك راشيه الدار، وانا شتي الحمد لله جات قناه النهار. وشوفوا يا خواتاتي ويا خاوتي شعب الجزائري، للاسف كلش قدام عينيكم. شوفوا البراكه اللي ساكن فيها في دالي ابراهيم، وهنا دار بابا مغلوق. وعندي حق كوارث، هذه هي الورد حق من الحقوق تاع الله، ولكن ما كاش محبوش هما تعرضوا، محبوش يديروا نقل الملكيه اللي هي شهاده توثيقيه باش نكونوا في صفه القانون كوارثين. بس انا كي نولي للصح كي شارع شغل هكذا غير هاك. لازم تسوي وضعيه، لازم تسوي وضعيه تاع الوضعيه. الله يحفظكم ان شاء الله. احنا نزيدو نسعاو في هذه القضيه باش نثريوها اكثر ونسمعوا كامل الاطراف. هكذا خير ان شاء الله باذن الله. نسعاو نتواصلوا مع اخوك الكبير ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله. عندنا مشاكل كبار كبار كبار، ما خلا ما بقى. شوفي اختي، بصح هو من حقه، راه يجري على حقه. اي من حقه يبيعها، وحنا كش ما قلنا له ما يقدرش يبيعها، لازم يكونوا كاع الوراثه. ايه احنا ماشي مشكل، يجيب لنا سينيو، جبنا له تاع زوج مرات ما حبش زوج خطرات. كي هو كي مات الوراثه الله يرحمها. طيب واش نديروا واش نديروا؟ صح دوكا انت قول لي وشنو هو الحل في رايك انت؟ تتبع الدار. مي المشكل راهي في الشيوع، اسكو سويتوا الوضعيه تاع الدار؟ رانا معاها، انا دفعنا الدوسي اختي. ايه تخي بيان. ولا غير دفعناه، رانا نجرو ولا نسرقوا كاش ما جينا لي قلنا له عطينا دورو. ايه. انا دراهم الكبار انا ندفعو، قول له يصبر. الله غالب كاش واحد ما يحبس دراهم بيناتنا اختي. ايه بصح اون اتوندون ما يقدرش يجي يسكن هنا. وين يسكن اختي؟ وين يسكن؟ اي مخلوقة. ما كاش هذيك الدار راهي ديجا راهي رابك، راهي تسنى فيها لا كونتور لا الماء لا خلا دار الشر. حنا قلنا كي جا مشتري حنا نتهاو بها، ديجا سقمنا، حنا سقمنا سقمناها صبغناها والاخر. وعلى بالك الدار كيما تخش مسكونة تبدا بالعقل بالعقل فهمتي؟ ترشا. يعطيك الصحة. عندي ما جريت. والله غير هذو البنك نسكن في الجزائر، نجي حتى البليده روح منا روح دار الطرف. هي كانت في الشوية الحمد لله. دوك على بالك باش اللي بالي فرونسي هذايا لازم خاص كاين لافوكا. ايه هو اللي لازم بليزيور دوسي بليزيور دوسي باش يدفع. يعطيك الصحة. والملكية تخرج باسم شكون؟ باسم المرحوم بيان سور. باسم المرحوم. درنا الفريضة، درنا الفريضة، درتوا الفريضة وشفناها الفريضة. يعطيك الصحة. حنا رانا شوفي هو فيه نقص كبير بزاف نقص. حنا مشو بنيتنا وحنا حرام ناكلو ايتاما، كي هو كيقولو ايتاما ما ناكلولهمش حقهم. السي كريم المهم قول لنا، هو راهو يطلب في الدار انها تتباع ويدي حقه. احنا نقولوا له انه الدار الملف راهو على مستوى التسويه، راكم تسويو في الملف تاع الدار في الوثائق تاع الدار. اون فوا تخرج الملكيه تبيعوها. يعطيك الصحه. احنا شوفي اختي
كنا حبيعوها بيشولو وجبت لنا عندها بزاف واحد طروازو وجابت لنا السومة. احنا خلعنا انا سليفي يسكن بني بن رتم بزاو على بالو وين يسكن جابت لنا بور 2 مليار. 2 مليار وهي في الشيوع؟ ايه في الشيوع جابت لنا 2 مليار اختي. وكي تخرج من الشيوع شحال تجيب الله يبارك؟ تقول الله ما نكتب عليك لا عندك السوق هكا يبارك ابوبخي ابوبخي اون فورشيت. لا لا 2 مليار 500 دوك صافي دخل السوق طاح طاح السوق ماشي كيما كانت دوكا على بالك الغدية الاخر الدنيا كاع راهي هكا تعرفي. شوف احنا ماذا بينا اسمعي احنا ماذا بينا تتباع 10 ملايير كاع باش كل واحد يدي حقه كاش واحد ما يحبش يربح. دونك سي امبوسيبل يسكنها اون اتوندون امبوسيبل يا اختي امبوسيبل. قول خاص ملايير كاين 10 ورات 10 يقول لك علاش يسكنها احنا قاعدين نسكنوا كل واحد واش يحكي لك. المهم سي كريم هو راهو معترفين به العائله باللي خوهم وهذيك اختهم وعندهم الحق. ايه ايوا انا عندك الفريده اختي. ايه الفريده شفناها ايه على بالي. ايه وكان اسمعي كان هكا هو مش كان يخاف يقول لكم باعوها ما طاولي كيف هذا بالحنايا. لا لا ماشي ماشي مشكاك لخاطش الحقل والموصل العظم بعد ما وفات الوالده تاعو راهو يسوفري هو واخته فهمتني؟ يا اختي اختي الله غالب حنايا كل واحد مشاكله. ما تشوف يقول له ارقد كان عيننا واحد حنا تاع الطرافيك الفريضه ما نديروهمش فهمتي كيف حبيت نقول لك. يعني القضيه قضيه وقت فقط هذا ما كان. وقت يصبر يصبر حنايا ماشي ما دار حتى اللي قلقنا هكذا راه الدعوه تمشي قولي له روح مهني روح مهني جميل جدا. ها هو الشيخ الشيخ تما هو على بالو يقول لك صح مهابل. المهم حقه هذا خير الدين مضمون. لا والله الحمد لله هذا هو الصح. أنا والله كانت تتباع الدار اقسم بالله غير ريح ما بس وكي هو اختي اختو رانا يهود احنا ان شاء الله. بارك الله فيك ربي يجازيكم كل خير. طمنيه طمنيه قول له ما تقلقش الدوسي راه عند لابوكا او معاه خاش رانا وقف 60 واحد ان شاء الله كل واحد يدي حقه هكذا باش فوالا ما من عند ربي يكون صافي. إذن مشاهدينا كما شفتوا معنا طبعا سمعنا الخير الدين وحكايته كذا بعدها تواصلنا مع نسيبه راجل أخته اللي أعطانا توضيحات بخصوص هذه القضية ولأنه الصلح خير ولأنه هنا في هذا المسجد بالذات في مرمان في سيدي موسى كاين الإمام. الإمام كان قام بدور الوسيط من أجل الصلح ما بين الأشقاء ما بين الخاوة عفوا سعى لعدة مرات أنه يجمع شملهم وأنه يتم تسوية هذه الوضعية ويلقاو حل الخير الدين. احنا أول شيء نقول لك شيخ شكرا لأنه راح تمد لنا هذه المساحة باش توضح لنا هذه القضية. نشكرك طبعا على الدور اللي تقوم به بين العائلات من أجل الصلح ما بيناتهم وإن شاء الله دائما غير في الخير. سمعنا خير الدين قال أنه حرموني من الميراث وحاوزوني من الدار وراهي مغلوقة وما خلونيش نسكن فيها. بعدها نسيب قال أنه لا احنا رانا في إطار تسوية وضعية لهذا المنزل وإن شاء الله بمجرد تخرج الملكية يكون فيه بيع لهذا المسكن. لكن الإشارة أنه خير الدين راهو يعاني هو وشقيقته في هذيك البراكة اللي شفناها. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وبعد. نشكركم أولا. ثانيا في الحقيقة هذه مسألة عائلية يعني لها علاقة بالميراث لأنه توفي الوالد رحمه الله تبارك وتعالى ثم توفيت زوجته الأولى ثم توفيت زوجته الثانية ولازال المسكن يعني خاص يعني بالوالد يعني أو له علاقة بالوالد. الآن يعني خير الدين من حقه أن يطلب نصيبه من هذا الميراث وهذا الميراث هو يعني متعدد لعدة أفراد من أفراد الأسرة أو العائلة اللي يعني من زوجتين يعني الزوجة الأولى لها أولاد وبنات لها ابن وبنات والزوجة الثانية لها بنت وولد. فخير الدين تقرب يعني لإخوته من أجل أنهم يعني يعدلوا على هذا الأمر ويعطوا له نصيبه في الإرث.
صراحة هم يعني ليس امتنعوا وإنما طلبوا منه الوقت من أجل تسوية وضعية هذه القطعة أو هذا المنزل لكي يعني ييسر لهم البيع لهذا المنزل ثم يأخذوا قسطه. نحن بحمد الله تبارك وتعالى يعني نظمنا أو خصصنا جلسة لكلتا الطرفين بإذن الله تبارك وتعالى، وكان هناك حوار ما بين الأخ كريم والأخ رضوان والأخ خير الدين. الحمد لله يعني كنا أننا مشينا أننا باش نبيعوا حتى هذه القطعة على الأرض، ولكن القطعة على هذه على الأرض أو المسكن هذا ما جاب السومة صراحة، ما جاب السومة. قبل يعني قبل هذه قبل جابت له 2 ملايير، لكن في الثانية جابت له 1.6 مليار، يعني 1.5 مليار تقريبا هكذاك. هم قال لك بلي هذا قليل يعني قليل، ربي يحفظك إن شاء الله، هي تجيب أكثر، ربي يجازيك إن شاء الله خير. لهذا هم يعني الآن مستعدون من أجل تسوية وضعية هذا المنزل أو هذا البيت، ربي يجازيكم إن شاء الله خير. بعد تسوية الوضعية هذه إن شاء الله بإذن الله عز وجل يتم بيعها، ويأخذ بإذن الله عز وجل كل نصيبه بإذن الله تبارك وتعالى. إن شاء الله نأمل ذلك، ونحن نسعى من أجل بإذن الله عز وجل الصلح بين جميع أطراف العائلة بإذن عز وجل، وكل يأخذ نصيبه. مسألة وقت فقط إن شاء الله من عز وجل. يلتحق بنا ربما. تفضل معنا خير الدين الشيخ، قبل ما تمدنا كلمة لهذه الناس كذلك ربما راهم يتخاصموا يقطعوا صلة الرحم فقط على جال الورث على جال الفاني، رسالة لهذوما. ولكن قبلها الشيخ نمد كلمة ربما خير الدين. خير الدين راك سمعت رجل أختك واش قال؟ قال أنه الدار هي في إطار تسوية وكذا، وإن شاء الله كي يبيعوها راح يعطوا لك. شوفي التسوية تاع الدار لازم ماشي بالهضرة بالفعل، وكلش حبر على ورق، يكون افيك دي بروف ماشي بالهضرة، باسكو الانسان يقدر يهضر يبني لك جنة فوق الارض. وهذا حقك عطاه لك ربي اولا. يعطيك الصحة، والورد حق من حقوق الله ان شاء الله. انت ما عليك الا انك تتريث، يمكن لك انك تتواصل معهم بطريقة ودية، تروح تشوف الملف هذا وراه ولا حق. تواصلت معاهم، حطيت انتوسي همز توصل تكون بيناتنا، الامام حضرت الامام الشيخ حسين وهدر معاهم، ولكن ما كاش نتيجة معاهم. إن شاء الله كاينة نتيجة بإذن الله في القريب المستعجل، وحنا راح نتابعوا القضية إن شاء الله. وكذلك الشيخ حسين راح يكون وسيط خير إن شاء الله ما بين الخاوة، اللي على الأقل نرطبوا هذيك العلاقة اللي ما بيناتهم ونعاودوا نجمعوا شمل الخاوة إن شاء الله بإذن الله، لأنه في قطيعة كبيرة صلة الرحم. أولا في الحقيقة الطرف الآخر اللي هو أخونا عبد الكريم ورضوان والآخر يعني لهم إصرار كبير أنهم باش تباع القطعة على الأرض هذه. هذه شهادة لله تبارك وتعالى أنهم مصرين على أنهم يبيعوا القطعة على الأرض بعد تسوية وضعيتها إن شاء الله بإذن عز وجل. أنا راهم يكلموا فيا في الهاتف يعني مرارا وتكرارا، وراهم يعني بإلحاح بإلحاح من أجل أنهم يعني حقوا هذا الهدف إن شاء الله بإذن عز وجل. أن حقيقة أنهم تعبوا، وهذا السكن هذا يعني وضع شرخ كبير وسط أفراد العائلة، يعني شتت العائلة وأصبح يعني كذاك السكن أو هذا الميراث هذا أصبح يعني هو السبب الأساسي في اختلاف أفراد العائلة مع بعضهم البعض. ولذلك أنا هذا من هذا المنطلق أقول لا ينبغي للمسلم أن يعادي أو أن يقاطع أخاه أو أخته من أجل الميراث، من أجل حطام الدنيا، من أجل أمور زائلة فانية. لا ينبغي. صلة الرحيم هي أمر عظيم، الله سبحانه وتعالى شق لها اسما من اسمه من اسمه، فيقول من وصلها وصلته ومن قطعها قطعته. الرحم اشتكت إلى الله عز وجل، فقال الله عز وجل ألا ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك. صلة الرحم هي أمر عظيم، بها بإذن الله عز وجل تحصل للإنسان البركة في الأهل والمال والعمر والوقت وكل شيء. ولذلك من 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 إذا قطعك على المسلم أن يصله. خويا خير الدين هذا الكلام موجه لك، إذا كان هناك أحد الأفراد من العائلة
يعني يريد أن يقاطعك أو لا يكلمك ولا يعترف بك ولا عليك المبادرة منك. إن شاء الله شيخ رسالتك تكون لحقت إن شاء الله، وإن شاء الله هذه الحصة كذلك حتكون درس من الدروس الكثيرة اللي رانا نمرها من خلال برنامجنا خليها على ربي، البرنامج باسمه خليها على ربي، وحنا خلوها على ربي إن شاء الله فيها خير. شكرا لك شيخ، بوريكت إن شاء الله في ميزان حسناتك يا رب. خير دين تشت في ربي سبحانه، كاين عدالة كاين القانون، كي تتسوى الوضعية تاع الدار تتباع وما تديكش حقك لا تقدر تحتاج للعدالة مباشرة، خليها بطريقة ودية بلا ما دير مشاكل. طبعا المشاهدين شافوا معنا كنا في المقبرة، يعني باباك المرحوم كسب وهكذا وكلش، ولكن في القبر راهو مات كش مادا معاه، مندو معنا غير فعلنا. لذلك نصلحوا علاقتنا مع ربي سبحانه، نزينوا النية تاعنا، وإذا ما ديتش حقك هنا تديه عند ربي سبحانه في الآخرة هكذا إن شاء الله. يوم سادة كيما الوالدة تاعي الله يرحمها علاني ده ما كانش كيما قلوا هذيك الزوجة القاسية قال تخليه ما يصدش لبناته ولا إفوالا كيما بعض النساء أنا نشوفوا فيهم خير دين ربما رسالت الله يرحمها برحمة الله. ويا ما سعدها ماتت بالجموعة وربي عوضها ما مسوفرات وعانات الحمد لله عند الله تلتقي الخصوم الحمد لله. ان شاء الله خير دين. احنا نقولوا طبعا للمشاهدين انه رانا في وقت ما يرحمش، رانا في وقت وين اللي عنده حاجه وعنده دراري لازم يسوي الوضعيه في حياته، لانه بعد وفاته راح يخلي صراعات وراح تكون خلي قطيعه لصله الرحم. دونك انا نقول لهم دائما الواحد ما يكسب ما يخلي موراه، جميل يعيش حياته كما كان، ما يكسب ما يخلي هاد العداوات على جال الفاني في حياته يسوي الوضعية ويكيموت حتى هو في ممات ويكونوا مهنيين. درك في الفيلا لو كان يجيبوا المفاتح تشوفيها فارغة تشوفي غير الحيط، معليش فيها خير إن شاء الله خير الدين، حقك ما يضيعش إن شاء الله يا ربي. الله ونعم الوكيل، راني في بيت الله طاهر الشريف، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل ونعم الناصير. إن نصركم الله فلا غالب لكم. هذا وش بهذا وش قال خير دين. احنا طبعا مشاهدين نشكركم على وفائكم ومتابعتكم للبرنامج، قلنا في كل مره كاين دروس، في كل مره نستخلصوا عبر، ان شاء الله دائما نكونوا هكذا مفاتيح تاع خير ان شاء الله، ودائما نسعوا من اجل الصلح. وفوالا ان شاء الله نلتقي بكم الاسبوع المقبل، دمتم في امان الله وحفظه.